بسم الله الرحمن الرحيم. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، ينطلق الشوط السادس للقعدان الحقايق، الانتاج ومن مسافة 2 كيلومترات ينطلق شعارات أبناء القبائل، وتنطلق هذه الأسماء وهذه الشعارات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول لأرى البداية والصدارة، الحصان صالح بن حمد القمرة من يتقدم السندباد القطري على أول الأسماء. المركز الثاني يصل في ثاني التحديات ويتقدم شاهين محمد بن ناصر بن سالم المكسور، من يقدم لنا شاهين على ثاني التحديات. المركز الثالث يصل في ثالث الأسماء ويتقدم الريان محمد بن عبد الله بن محمد الكواري، من يتقدم مع الريان. والمركز الرابع من يغير مع المركز الثالث إلى المركز الثاني الشمالي، علي بن بخيت بن علي بن مقارح، من يتقدم مع المركز الثاني. والمركز الخامس يصل في خامس إلى أسماء ويتقدم هياض جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، من يقدم لنا هياض. هكذا كانت النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الحصان، الحصان والقمرة مع المركز الأول، ولكن الشمالي 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 علي بن بخيت بن علي بن مقارح من يتقدم مع المركز الأول، من ينطلق مع الشمالي، ولكن الحصان صالح بن حمد القمرة وأيضا يصل ويتقدم. مرحبا بسهم، مرحبا بشعار هجر السيلية على ثالث الأسماء. المركز الرابع يصل في رابع الأسماء الريان محمد بن عبد الله بن محمد الكواري، والمركز الخامس يصل في هذه اللحظات الفايز أحمد بن حسن بن ناصر المهندي، ولكن أعود مع الشمالي 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 الشمالي، وبن مقارح لازال مسيطر مع المركز الأول، ولكن هجر السيلية هجر السيلية هجر السيلية. سهم يا سهم، سهم يا سهم، سهم يا سهم، ولكن الشمالي الشمالي وسهم، الشمالي وسهم. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، الشمالي وبن مقارح، بن مقارح، بن مقارح ينطلق مع الشمالي، ولكن سهم. هجر السيلية هجر السيلية، ولكن سهم. الشمالي الشمالي الشمالي، علي بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم مع الشمالي نحو الناموس، نحو الانتصار. سلام يا الشمالي، سلام سلام يا بن مقارح، سلام. تهانينا والناموس لمالك الشمالي علي بن بخيت بن علي بن مقارح على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل سهم، لجنة السيلية المركز الثالث وصل فلج هادي بن سالم بن محمد المري، المركز الرابع وصل قرناس عبد الله بن راشد بن محمد المري، المركز الرابع. المركز الخامس وصل الفايز أحمد بن حسن بن ناصر المهندي. إذا متابعينا ومشاهدينا الأعزاء، شاهدنا شعار بن مقارح والشمالي ينطلق بهذا الأداء الكبير، بهذا الأداء المميز في شوطنا السادس للإنتاج. تهانينا والناموس لعلي بن بخيت بن علي بن مقارح على هذا الفوز، على هذا الانتصار وتحقيقه للمركز الأول في أول تميدي في هذا الموسم. التوقيت الزمني 2:54، 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا بن مقارح. المركز الثاني وصل في ثاني الأسماء السهم، سهم لهجن السهيلية 2:55، جزئين من الثانية. المركز الثالث فلج مع المركز الثالث هادي بن سالم بن محمد المري. التوقيت الزمني 2:56، 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.